اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تمام. اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس، معكم كات. بهذا الفيديو راح نكمل في قراءة كتاب البيتكوين، برمجة البيتكوين. طبعا اللي بعده مش فاهم انه احنا عم نحاول نتعلم كيف نصنع البيتكوين او كيف البيتكوين تتصنع يعني. اوكي، وانت كيف ممكن تعمل عملة رقمية على كيفك، وكمان نفهم بنفس الوقت انه اذا هو ماشي بطريقه معينه بالتشفير انت اختار اي طريقه بتعجبك، تمام؟ الا اذا كان في شروط متفق عليها على البيتكوين غير البيتكوين يعني. فهمت شو القصد؟ انك تعمل انت تستعمل طريقه تشفير مختلفه عن المستعمل، تمام؟ وهذا الفصل راح يحكي عن طريقه التشفير اللي هي بتعتمد على المنحنى الهليجي. مشان هيك كنا بالاول كل شيء كان علمناه على الحسابات المتعلقه فيه. طيب هلا طبعا راح يصير في بالفصل هذا دمج بين الحسابات تبعية جمع النقط على المنحنى الهليجي، وراح يصير في كمان انه مع جمع النقط راح يضم لها حساب الفاينايت اليمنت. طيب انا هلا لانه احنا طبعا كل شيء عم نترجمه لسي بلس بلس مش بايثون، هو الكتاب بالبايثون. اوكي، السبب اني عم بعمل هيك مثل ما اتفقنا عشان التدريب، اوكي، ونفهم اكثر نستوعب الامور اكثر. طيب نشوف كمان شويه فروقات بين سي وبايثون نفس الوقت، كلهم مع بعض عم نشوفهم. طيب هلا انا اول ما بلشنا بتعرفوا بالشرح ما كناش عم نعمل شيء بالسي، بس خلص هيك بنط ببالي وبدي اعملهم بالسي. فهلا طبعا مكتبه شو اسمه، مش مكتب، بحكي الفاينايت اليمنت ما عملت لها انا المكتبه تبعها او الهدر تبعها، فردينا بترجم كتبناه. فزين حطينا بالمشروع هون عندنا الفانكشن او الكونستراكتور اللي هو اسمه فاينايت اليمنت، حطينا الرقم، والبرايم هو العدد يعني حجم الفاينايت اليمنت، بس شو اسمه يعني الرقم المحدود، شو اسمه الحقل المحدود. بس هو عم نحكي احنا ما بندخل بالكلاس هاي بتمثل عنصر واحد ما غير من الحقل. طيب بس هو على اساس انه ليش عم نسميه برايم هون، انه الحجم بسميه برايم على اساس انه هون لازم بيتوقع انه يستعمل دائما ارقام اعداد اوليه. اوكي، وهو لازم، انا برايي انه يزيد يعني تحقق اذا كان رام اولي ولا لا، بس فلتناها يعني عم نمشي مثل ما الكتاب بده. طيب هلا اللي بيصير معانا انه عملناها للكلاس كلها كالمكتبه اذا بدك تسميها تبعت الفاينايت اليمنت. حطينا اول شيء انه الفاينايت اليمنت انه في حال اول شيء بس تحضره بتحط الفاينايت اليمنت ناقص واحد ناقص واحد، لانه الرقم المقبول هي شايفين هاي الست فاينايت اليمنت. اوكي، انه ناقص واحد للنمبر وناقص واحد للبرايم. اوكي، حتى لو احنا حضرناهم هيك من الاول اي شيء صفر وواحد، لانه اصلا هو لازم يكون الشرط تبع تحضير الرقم يكون تابع للحقل تبعه. انه اذا بنروح هون على السيت فاينات اليمنت، وكمان عم اعطي اشاره انه مبلش هذا الرقم بفاينات اليمنت، مش متاح انه يكون فاينات اليمنت، لانه ناقص واحد ناقص واحد مش مقبول، لانه اصلا من الشرط زي ما شايفين اذا الرقم اللي عم بتحدده اوكي اكبر او بيساوي من الحجم تبع الحقل، او هو نفس الرقم اللي عم تحدده بالعنصر الحقل هذا اصغر من صفر مرفوض، تمام؟ وطبعا ما احنا ما عم نستعمل ارقام اصلا، حتى البرايم ما عم نستعمله رقم سالب اصلا يعني. اوكي، لانه هذا الحجم دائما بيكون موجب. فعشان هيك اذا تحدد باي طريقه هيك بنخلي الرقم زي ما هو، ما بنعدل عليه يعني. بلكي انت جبت رقم اصلا كان صار محدد وطالع نضيف اوكي بنحدده مره ثانيه، فطلع التحديد غلط، فبنتركه زي ما هو، ممنوع نلعب فيه، وبنعمل انه بيرجع فولس. بمعنى انه اذا احنا عم نحدده واحنا عم نحدده فينا نعمل تحقق اذا هذا الرقم مشي ولا ما مشي حاله، نكمل فيه ولا لا يعني. حتى نعطي فرصه كمان من خارج الكلاس انه يكمل ولا لا. وقصص الاكسبشنز اللي عاملها الكتاب هول ما لهم دعوه هون، لانه انت عم تحسب ارقام يعني. كيف اللي بده يقسم على صفر، ليش فوت حالك باكسبشن لما تقسم على صفر يعني؟ فوت حالك باستثناء، لا بتصير تقول لا خلص بنشوف اذا كان الرقم قبل ما يدخل صفر بتحسب يعني، بنحط حاجز، مش بتخلي يمر الحاجز بعدين بنلحقه.
فهمت كيف؟ هيك عم تعمل انت. اوكي، مرقوا بالحاجز بعدين تلحقوا لك اعمل لنا شبكه، لا مش هيك، او عركه، اوكي، او عملنا مشكل بعد ما فات على المشكل، فهمتني كيف؟ يعني فات بالمكنه وخربها هيك من الاخر. لا ليش؟ بنخليها قبل ما تخرب بنشوف شو مالها، فهمت شو؟ هيك يعني القصد، الطريقه هاي، المنطق هذا، يعني هذا القصد اياه. فبيجي هو بالتالي هاي البول عم تتحقق لي هون، اذا رقم ماشي حاله، اذا ماشي حاله طلع يعني عكس هذا الشرط، فبنرجع انه الرقم تحدد بالارقام المعطاه له، وبرجع انه ترو انه مش الحال، تمام؟ طيب هلا كمان هون عملنا انه اذا هو valid infinite valid finite element كمان، فبنشوف الشرط هذا اذا يعني اذا عكس هذا الشرط طبعا، يعني اوكي عكس الشرط المضوين عليه، اوكي يعني اذا الرقم تبع الفاينات نمبر اقل من البرايم تبعه، وبنفس الرقم نفس الشيء انه الرقم نفسه صاير اكبر من صفر، تمام؟ فعملين فانكشنز بيعطونا القيم اللي هن هدول الاثنين، وينهم؟ this dot number و this dot prime تبع اي object تابع للfinite element class، اوكي؟ لصف الfinite element هي هون شايفينهم؟ رجع خلينا بس نبعد منك شوي عشان يصير سهل قراءتهم، اوكي؟ بعدين عملنا الاوبريتورز اللي هن بيشوفوا لنا اذا الفاينايت اليمنت تمام بيساوي فاينايت اليمنت ثاني، اوكي يعني بتشوف اذا الرقمين نفس الشيء ولا، اوكي اذا الرقمين عندهم نفس ال، ما هو لو في واحد منهم طالع نيجاتيف اصلا مش مقبول، فهو اصلا مش حيساوي، اوكي ماشي. حتى لو كان مثلا متحط اثنيناتهم هن invalid يطلع invalid، ما خلص حتى لو بتساوي بعض بس هن invalid اصلا ما فيك تستعملها، اوكي. طيب يعني بدك دائما انت تساوي رقمين اصلا حيكونوا، يعني ما بعرف حس منطقي انا مش كتير مقنع، بس ممكن نعمل احنا طريقة هون نضيفها. عملنا شون هون return F إذا أي واحد من ال FE1 is valid infinite، أي واحد and إذا اثنيناتهم مش valid راح نكمل بهذا الفيديو طبعا شرح الفصل الثالث، بس مش راح نطول فيه بأوله، اوكي نكمل عم نخلص بهاي، وما بدي انا اقطع الدرس يعني عن بعضه. هلو return false، إذا هذا أو هذا، إذا هذا مش اسمه أو هذا الثاني كمان مش and، okay. F E false، تمام خلاص برجع false، بس بس في حال إنه هني valid اثنيناتهم، أوكي okay. بتشوف إذا هني أعدادهم مزبوطة خلاص برجع false، تمام. هلا هون البول هاي إن الأوبريتور إذا ما بيساوي بعض، أوكي okay. خلاص، أوكي okay. فبيكون عكس اللي مضى، تمام عكس اللي يساوي، اوكي okay.
حتى عم بفضل انه مثلا كمان نضيف عليه، حتى لو شو اسمه حطها كمان فولس، انه ما بسواش تحط انه اذا واحدة من اثنين هن invalid كمان فولس، بس رجع فولس لانه شو بدك تسويهم بشو على اساس يعني كمان. تمام، خليها كمان فولس. اوكي طيب، هلا هون مثلا كيف بنطبعها؟ اول شيء بنطلع الرقم والبرايم تبعه بهالطريقه. تمام، لما بنجمع بناء على القوانين تبعت الجمع اللي حكينا فيها بالاول، كانك تجمع الرقمين وبتمشي وبكل اللي درسناه باول حصه. اوكي، او اول فصل يعني، ثاني فصل ماشي. وبالاخر بنطبع هون شو اسمه. اوكي، طبعا في شغله هون بس بدنا نحكي فيها، انه الباور تبع عمليه الاس هون ما استعملت فانكشن لجمع السيمات تبع الباور. السبب لانه اساس التايبس الانواع. اوكي، خليتني انا حسبتها هون، عملت لها فور لوب خليتها تنحسب. تمام، وكمان في حال انه الاكسبوننت كان اقل من شو اسمه، في حال انه الاكسبوننت نفسه كان اقل من صفر، اوكي كمان ببلش يظبط حاله حتى يظبطها. عرفت كيف؟ مثل الفصل تبع الفاينايت فيلد تحت، لما خلينا نرجع من الفصل الثاني نطلع كذا، لما حط على الحساب تبعها. فاذا كان في الاس جاي برايم، او عفوا مش الاس، اللي هو حجم ال حجم الفيلد جاي برايم طبعا. اوكي، جاي رقم اول. طيب هلا بنرجع على الفصل الثالث وبلش قراءه. بس بقول لك بالفصلين الماضيين احنا غطينا، وطبعا عم نحكي عن هون الليبتيك كيرف كريبتوغرافي، التشفير باستعمال المنحنى الهليجي او البيضاوي. فالفصلين الماضيين غطوا بعض الرياضيات الأساسية، فاحنا تعلمنا كيف يعني حقل المحدود الفاينايت فيلد بيشتغل، وشو يعني منحنى بيضاوي. فبهالفصل نحن راح ندمج او نجمع هالمبدأين مع بعض حتى نتعلم التشفير الخاص او المبني على الليبتيك كيرف على المنحنى الهليجي. وبالاخص نحن راح نبني الاساسيات او الاشياء المبدئيه الاوليه البدويه بالاول هيك كثير، اللي نحتاجها حتى نعمل امضاء ونتحقق من الرسائل. اوكي، اللي هن صلب، اللي هن جايين بصلب شو البيتكوين اللي بيعمل. تمام، اكيد تبعت حدا مصاري، البيتكوين هي عملية تحويل بنكي بالاخر، بس غالي. عرفت كيف؟ هي من الاخر يعني، ف شو اسمه، فهي بتكون يعني كيف بدي اقول، فهي بتكون حتى تبعت هاي المصاري بدك تحط طريقة تحقق انه فلان هو فعلا هو اللي بعت لك هو لا. اوكي، طيب بالمراسلات اللي عم تصير. طيب فهلا هلا بدنا عم بيحكيك كيف الليبتيك كيرفز فوق الاعداد الحقيقيه، مش اعداد صحيحه. ليش عم نحكي على الاعداد الحقيقيه؟ الاعداد الحقيقيه اللي فيها فواصل، مثل مثلا جذر التربيع تبع اثنين بيفتح، يعني مش بس قد ما اللي تشوفوهم انت، بده ممكن يفتح لورا ما بعرف شو 100 خان لورا، بس 100 الف قد ما يكون هذا رقم حقيقي. بس شو القصه؟ انه نحن بلشنا بالليبتيك بالفاينايت فيلد كان بارقام صحيحه. تمام، فبقول لك هون بيكمل الكاتب، بقول لك في احنا يعني انا عم حكيت على اساس ارقام صحيحه، بدي اياه عم حاول ذكرك انك تربط هذا الكلام بانه بالاعداد الحقيقيه، وهلا بنشوف شو بصير معك. بقول لك نحن شرحنا وناقشنا بالفصل الثاني انه
شو قلت كير بيشبه اوكي نظريا، شو بيطلع شكله نظريا، لانه احنا عم قاعدين عم او كنا عم نرسم على منحنى فوق ارقام حقيقيه اوكي، وبالاخص هي مش بس ارقام صحيحه اوكي، يعني في فواصل بدا اوكي، او حتى مجرد بس ارقام بكسور يعني واضحه مثل النص، عرفت كيف؟ مثل الكسر تبع النص اوكي، رقم ثابت واضح اوكي، بس انت عم تستعمل كل الاعداد الحقيقيه مثل الباي، مثل الباي والجذر التربيع تبع 2 قلنا لك، ومثلا شو الجذر التربيعي، لا مش الجذر التربيعي، الجذر اللي هو السابع تبع، لما تحكي انه شو الشيء، يعني هو عم بيحكي لك هون 7th root، يعني سبعة القص على، يعني كده لك اللي هو مثلا جيب ال 19 انت، هي بتكون نتيجة شيء بتضربه بحاله 7 مرات اوكي، شو هو هذا الرقم؟ عرفت كيف؟ تمام، ف وكل اللي هن مثل هيك بيكونوا ارقام حقيقية اوكي، real numbers. ف هذا الشيء اشتغل لانه الاعداد الحقيقية هن كلهم كمان نفس الوقت يعني حقل بحد ذاته اوكي، بس طبعا حقل مفتوح مش حقل مغلق مثل الفاينايت فيلد، بعكس الفاينايت فيلد، بعكس الحقل المغلق، في عندنا عدد لا متناهي من الاعداد الحقيقيه، بس على العكس نفس الخصائص بتضل ماشي، نفس المزايا ونفس الخصائص ونفس القواعد بتمشي عليها نفس الشيء. فبقول لك اذا الاي والبي هن بالمجموعه الجمع تبعهم والضرب تبعهم موجودين كمان في المجموعه اوكي، نتيجه الجمع نتيجه الضرب في المجموعه، وبقول لك الصفر هو موجود وبيكون هو الايدنتيتي تبع عمليه الجمع، اللي هو انه اذا بتجيب اي مع اي رقم اي تجمع مع الصفر بضل هو الرقم اي، والواحد هو كمان الايدنتيتي تبع وموجود طبعا انه لازم يكون رقم واحد موجود، وبيكون شو اسمه انه اي رقم تضربه اي رقم سميه اي مثلا هذا الرقم اضربه بواحد بضل هذا الرقم اي نفس الشيء، فهي الايدنتيتي تبع شو اسمه عملية الضرب اوكي. وبقول لك اذا اي موجود بالمجموعة كمان والناقص اي موجود كمان في المجموعة اوكي، واللي هو محدد كالقيمة اللي هي بتخلي انه اي ناقص اي مع بعض، يعني بضربها هاي بعض الاي زاد والناقص، بس بتجيب الاي وبتجمع عليها ناقص اي هيك قصده هو اوكي، بتخليها صفر تمام. طيب وكمان اذا الاي هي موجوده في المجموعه وهي مش صفر تمام، يعني مقلوب الاي يعني واحد على اي، هذا اي اس ناقص واحد يعني واحد تقسيم اي اوكي، هي كمان موجوده في المجموعه واللي هي محدده بالقيمه اللي بتخلي انه اي ضرب واحد على اي بتخليها شو واحد تمام. طيب يعني بشكل واضح كل هدول صحيحين تمام على حقل الارقام الار بنسميه الريل نمبرز اوكي. فبقول لك شو اسمه الجمع المعتاد والضرب المعتاد بتطبقه لاول قسم، هون عندك الواحد واثنين وثلاثه اوكي. كمان انه موجود يعني موجودين كلهم هولي، بقول لك كله هاي موجودين في الاعداد الحقيقية، هاي الشروط طبعا اوكي. وعم بسمي لك انه ناقص اكس اوكي هو يعتبر الـ additive inverse، يعني الـ المعكوس تبع الجمع اوكي، يعني ما تقول انت اكس والعكس تاعه هو ناقص اكس، والواحد على اكس هو العكس تبع الاكس، لما يعني تعرف انه بقصد هو انه الطرح عكس الجمع والجمع والاسم هي عكس الضرب اوكي، بس هي من الاخر يعني تمام. يعني ناقص اكس هون كانه بتقول عنها هي عمليه الطرح بتكون عكس الجمع، ولما تحكي عن واحد على اكس
اوكي، بتكون هي عملية القسمة بتكون شو عكس ال عكس الضرب. طيب، بقول لك الارقام الحقيقية هنا سهل كثير انك ترسمهم على رسم بياني. مثلا اذا كان عندنا واي سكوير زائد اكس كيوب، شو اسمه، واي سكوير بتساوي اكس كيوب زائد 7. حتى اعمل لكم اياها على جرافر عندي على الماكنتوش هون. اوكي، طبعا هو ما تزبط بس القصات. اوكي، هي هلا خلينا نسنترها، زوم اوت، شوف تطلع تشبهها كثير. اوكي، طيب هلا بنرجع للكتاب. بس مش مفروج قد ما انا عندي مفروج، لاحظ كيف تمام في فرق طريقة الرسم. على كل، طيب فهون بقول لك هاي شكله هون ما بعرف ليش عم بيحكي عن هاي. اوكي، لانه هاي عم بيحكي عن خوارزمية التشفير هون، تمام، بس بقول لك انه هاي فوق الارقام الحقيقية. طيب هلا فاللي بيظهر لنا انه نحن فينا نستعمل شو اسمه جمع النقاط، او عمليات، هاي العمليات اللي استعملناها لجمع النقاط على اي نوع من الحقول، اوكي، من الارقام. اوكي، وهذا يتضمن كمان الحقول المغلقة اللي احنا شفناها بالفصل الأول. فالفرق الوحيد انه احنا راح يصير علينا نستعمل الجمع والضرب والطرح مثل ما هو معرف في الفصل الأول، مش الطريقة العادية. اوكي، فلازم صار معناها انه نحن لازم نرد نعرف الكلاس تبعت البوينت تشتغل على طريقة الفاينات فيلدز. اوكي، طيب فهلا هون لذلك شو بيعمل، عم بقول لك هون بعنوان انه الليبتيك كيرفز فوق الاعداد او الحقول المغلقه. اوكي، فاذا شو الاعداد، شو المنحنى البيضاوي بيكون على لما بترسمه فوق باستعمال الاعداد او الحقول المغلقه او اعداد الحقول المغلقه، عارف كيف هيك، تمام، يعني بنجيب الاعداد تبعت الحقول المغلقه ونحدد حالنا ونخلي خلينا نستعمل ارقام صحيحه مش ارقام حقيقيه، عرفت شو، ما فيش فواصل مقابله بس كلها ارقام صحيحه. لذلك شو يعني كيف لما كيف بصير شكل المنحنى الإهليجي أو البيضاوي لما بتستعمل مجال أرقام بيكون كلها أرقام صحيحة تابعة على حقل المغلق يعني، تمام. فخلينا ناخذ مثلا اللي هو يعني أخذ الواي تكعيب، واي تربيع، هي اللي رسمناها هاي، خلينا ناخذ هاي الرسمة، تمام، هاي الجراف، تمام، على الحقل هو تبع 103، تمام، اخذ رقم شو اسمه 103، شو اسمه، هذا عدد اولي بظن، بس هو الحال تبعك واصل 103. طيب نحن فينا انه نتحقق انه النقطه واحد، انه نقطه 7 17 64 هي بتكون تنتمي للمنحنى، اوكي، عبر حساب الجهتين من المعادلة تبعت ال y سكوير، y تربيع بتساوي x تكعيب زائد 7. كيف؟ قال لك جاب الرقم ال y 64، وهلا بحسب لكم اياها قدامكم. اوكي، لو استعملت البايثون مش مشكلة، احنا مش هدفنا هون الأشياء هاي. بايثون
لو احنا بدنا نشوف مثلا لك اربع، بتصير عندك الاحداثيه هي شو 17، خلينا نكتبها هون حتى لو غلط، 17 64 هو رقم متاح، هذا حتى بالبايثون بتقدر تعمل هذا رقم بالنسبه له، تمام. هذا عدد عدد زوجه، اوكي تبل اب. طيب عندنا إذا ال y سكوير هي شو عبارة عن شو 64 ضرب 64، اوكي اوكي بعتذر أنا، فإذا عندنا 64 ب 64 اوكي ضرب شو مودلس 103، لأنك أنت بتحكي على فيلد تبع 103، هذا ب 79. قال لك شو كمان 17، قال لك 17 تكعيب زائد 7، ما هو هيك الفورمولا. فإذا بتصير 17 أس 3 اوكي مودلس 103، شو إذا بحسبها هيك 18، لا طلعت غلط، هاي الأس هون مش أس. طيب لو ذكرنا 17 شو اذا بعملها هيك 72، كمان لا غلط، نسينا نزيد عليها المضبوطه، مضبوطه هاي، عفوا هاي اس 3 اوكي، وبدي ازيد عليها السبعه، نسينا نزيد السبعه عشان 79، لأنه احنا بدنا اكس تكعيب زائد 7، تمام، فبتطلع هالقد، هياها طالعين شبه بعض، هاي هي هاي، نسيت انا ازيد السبعه هون بالاخر، اوكي. فاذا فاذا شو هذه معناها انه هدول النقطتين، اوكي النقط عفوا هاي النقطه 17 64 بتنتهي من المنحنى، اوكي. هاي بدو هاي الحلو فيها، طلع كيف شباب انه انت ما مضطر تطلع الجذر التربيعي تبع اثنين، بضلك على اعداد صحيحه. فهمت شو عم يعمل هو؟ عم يضله على اعداد صحيحه، بياخذ رقم كيف طلع التربيع تبعه وبجيب مودلس على رقم معين، والثاني كمان جهه ثانيه بجيب الرقم اللي حاطه وطلع المودلس تبعه، اوكي. فاذا بتعمل انت مودلس على جهتين في المعادله، يعني اذا هاي المعادله تبعتك هون، تمام، لما تعمل انت زي كيف بدك بتنقص من هون بدك تنقص من هون، بدك تزيد من هون بتزيد من هون، عشان ضل المعادله متوازنه، اوكي ضل في تعادل على الجهتين، اوكي. ونفس الشيء بالواي، اوكي لا بالمودلس، بتعمل مودلس من هالجهه بتعمل مودلس من هالجهه، اوكي. فاذا عملت هالمودلس من جهتين طلع نفس القيمه. يعني في اشياء مشكله احنا بندرسها بالمدرسه زمان، بس ما معلش انه فينا نستعملها ولا لا، عرفت كيف؟ ما حدا بقول لك انه حتى لو هيك وانك فيك تعمل هيك، بس ما بيخطرش على بالك حتى انك تفكر انك فيك تعمل هالشغلات. طيب هي نباهة بس مش ذكاء، هي نباهة، تمام. طيب هلا نحن اوكي هيك برهنا انه النقطة 17 64 تنتمي لمنحنى واي تربيع زائد اكس بيساوي اكس تكعيب زائد 7، اوكي يعني 64 تنتمي لهي المعادله، يعني بنتمي لهي. طيب اوكي خلينا نشوف على الجراف وين صارت السبعه، هاي السبعه، السبعه هون، السبعه هون، خلينا نحط الاكس بيساوي 7، edit object equation new equation x بيساوي 17، عفوا 17. طيب هات نعمل center origin، خلينا نعمل zoom out، صرنا على 64، خلينا نعمل zoom شوي عشان نبين هيدي الطعجه، هيا شفتوا هاي 50، هاي 75، تمام، هاي 64، شفتوا 64، اوكي
بس ليش طالعة هون مختلفة؟ ما عم بفهم. كي 64 هو المفروض تنتمي لها، لأنه إذا على 17 لازم يقطعها، اكسسوار 17 لازم يقطعها على 64 إذا فعلا بينتمي. أوكي، رسم شيء مختلف. طيب في شيء مش واضح. اعطينا بكون الاكس ايكوال 17 الواي 64، هو مش عم يطلع معي ال 64 اصلا في تقاطع، بس بالمودلس عم يطلعوا متساويين. اوكي، ما بعرف، اشي مش منطقي. اوكي طيب، لنكمل هلا. بس انت ترسم النقط هيك على يعني على 103، تطلع كل الارقام اللي هي اعداد صحيحه ل 103، مودلس 103. اوكي، بتطلع معك الرسمه كمالي، شفت شو؟ اوكي، بتطلع كتير مختلفه، شو؟ اذا بتاخذهم بس اعداد صحيحه. اوكي طيب، فمثل ما انت شايف هي مجرد هيك يعني رسمة من نقاط متبعثرة. اوكي، وما في خط ناعم زي الرسم عندنا هون بالجراف. كما عندك هذا الخط الناعم، ماشي، وكمان شو هون، هذه شيء مش مفاجئ لانه النقاط كلياتهم ارقام صحيحه يعني. اوكي، ف عن ال يعني يعني بس في النمط الوحيد اللي فيك انت تشوفه انه كلياتهم طلع كيف على الخط 100 هون، صاير متقابلين بعض زي المرايه. اوكي، عاملين زي المرايه بعض، كل وحدة طلع من هون هي النقطة 100 مثلا، 150 على 50. اوكي، ففي دائما في مراية. اوكي، بين كل وحدة حسب مرايات بعض. فهذا بسبب انه في عندك شو واي تربيع بالمعادلة. اوكي، فالرسم بيكون هون مش اوكي، بيكون تقريبا، شايف كيف بقول لك؟ تقريبا كمان في مراية بتكون قريب النص، شو هلا. شو كمان بقول لك؟ الجراف عندك هون هذا لانه مش مراية، صاير مش متماثل. اوكي، على خط بالنسبة لخط الاكسات الافقي. اوكي، لانه مثل ما هو بصير في عندك في رسم اللي بيستعمل الارقام الحقيقية مثل هون. اوكي، شايفين كيف ناعم، وبصير تلاقي هالجهة مرايتها هون. اوكي، لكن تقريبا حوالي نص الطريق فوق يعني لفوق مع احداثيات الخط العمودي. اوكي، محور العمودي الواي هون. اوكي، بيكونوا في تماثل. اوكي،
لأنه هناك ما في أرقام يعني سالبة بالحقل، بأي حال حقل المغلق هون. أوكي، فالشيء العجيب بالأمر والحلو كأنه نحن فينا نستعمل نفس عمليات الجمع تبعون جمع النقط، أوكي، مع مع شو اسمه جمع النقط كمان، يعني مع استعمال عمليات الحسابية تبعيت الأعداد أو الحقول المغلقة. أوكي، وبضل كل شيء بيمشي، بضل كل شيء شغال. هلا هذا الشيء ممكن يبين مفاجئ، بس شو اسمه الرياضيات المجردة عندها أشياء من هالشكل، على الرغم من أنه بتكون مختلفة عن الطرق الحسابية التقليدية اللي أنت بتكون عادة معود عليها. تمام، فعم بحاول لك هون شو اسمه شوف إذا هدول النقط هن بينتموا للمنحنى هذا باستعمال الاف كذا. تمام، فهنا بينتموا، بس كيف بدك تزيد عليها انه عم تعملها فاينايت فيلد. فهلا بينت، لانه كان عم بيحكي اللي كان مش مبين بال 16 بال 17 64. اوكي، هو بده يكون اوفر هاي، وهي اللي ما كانت واضحه. تمام، انه اوفر الاف، اذا ما حطيت انه اوفر الفيلد اللي بتحكي عليه، لا انت بدك تحطه على اساس اوفر الفيلد، مبني على الفيلد. اوكي، فقال لك على 103 بدك تشتغل على اساس كل شيء دائما 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 بحسابك، اي رقم بتحطه بدك تعطيه باقي الاسماء على 103. هلا هو هون شو عم بيعطينا؟ عم بقول لك خلينا ناخذها هون، عفوا، قال لك خذ الرقم 223 وشوف هدول. طيب خلينا نجرب. تمام، اوكي، إذا لازم أعمل define the function بالبايثون، okay، يكون بياخد x و y، okay، بعمل return وال field ال prime p خلينا نسميه return. واي ضرب واي مود بي، اوكي، بدها تساوي نحطها هيك، هو بيقول لي ترو ولا فولس. اوكي، بي بتساوي شو هون؟ اكس تكعيب اكس ضرب اكس ضرب اكس، رح اعملها هيك اهون. اوكي، زائد 7 شيك ايه كلها مود بي. مود بي ماشي، نسينا نسكرها. ماشي، خلينا نعرفها من جديد. طيب هاي الاف ماشي. هلا هون صار فينا نقول مثلا اف دغري بالحساب دالي او الرقم 192 105، ب شو اسمه 2 2 3. اوكي مظبوط، ترو، بنتمي. هلا الرقم اللي بعده
هيك بحلها أسهل. تمام، 17 56، ما هلا أحطه 17 64 كده، 17 56 كمان ترو. تمام، هلا هون 200 و119، هاي فولز، و وين في بعد؟ اوكي، 100 الواحد و193، ترو. وال شو اسمه 42 99، اوكي فولز. اوكي، فاذا طلعوا 2 ترو، لا 3 ترو، 3 ترو، هاي وحده، هاي 2، هاي 3، وهذه فولز فولز. اوكي، شيء ان شاء الله الحصه الجاي ببقى ببلش نرتب التكويد، لانه انا اليوم عاد اشتغلت على التكويد، او على تكويد الفاينايت اليمنت. اوكي، يمكن اضطر كمان كرمال حسابات البوينت نرد نعملها كاستنج كلياتها، نقلبها حتى البوينت كلياتها على انتجرز مش دبلز. اوكي، لان اشتغلنا على اساس دبل. اوكي، لنشوف. اوكي، سلام، باي.